لازم. أول خطوة هاي عجين الفلو. حلو. راح أسحب منه ورقتين ورقتين. وراح أنزل عليهم بشوي من السمن. والله اليوم سمن بعض. لا هاي الوصفة هاي دكتور ربا يعني مش راح تعترض عليها. ليه؟ لأنه سمنتها قليلة مش زي باقي أنواع البقلاوة. شايف الحب. والله ها والله. قليلة ها. والله العظيم لو تيجي على الاستوديو قطرة وإحنا كلنا. اه والله. سمن بلدي وسمن حيواني شغالين. وراح أدهنها. كلها بالسمنة. لازم تندهن اه. كلها بالسمنة. كلها كلها بالسمنة القليلة. السمنة القليلة. والله قليلة بالنسبة للبقلاوة. يا دوبك يعني سمنة ما في. سمنة ما في بس إحنا بدنا ندهنها كلها. بس دهن دهن. يعني زي اللي بدهن زيت لسندويشة الزعتر يعني هيك بدهن معه. فاهمك شو حطيت انا زمان؟ والله فاهمك حطيت 1 سي سي زيت انا والله فاهمك يعني بس السمن القليل هذا يعني ابو عون بحط على اللبن زيت وانا بحط سمنه هنا حلو عظيم الخطوه اللي بعد هيك ركزوا معي اخوان الشكل هو اللي بشوفه بفكره صعب بس على الطريقه هاي سهل جدا يلا بسم الله تفضل راح نبدا اول ورقتين بالفستق الحلبي راح اعمل خط في بدايه الورقة وبعد هيك راح أعبي محل ما حطيت السمنة هاي مليانة عشان هيك أيوة تبين هذه 2-4-2 هاي أبداً عملنا أول طوية أول طوية اللي هي على كوم الفستق بعدين راح أطويها طوية ثانية وأكبسها وثالثة هون ببلش أشد فيها عادي بسحبها لورا تمام عشان تكون رخوة معي يعني تكون مشدودة حلو هاي تنباع بالمتر ولا بالقطعة؟ هاي بالشرحة بعد هيك صارت جاهزة عندي هون اوكي راح اقص الزاوية تبعتها عشان اخذ الشكل بقص الزاوية تبعتها تمام اللي هو المائل المائل تمام والحجم اللي بدي اياه بقصه اذا بدنا نعملها شرحات رفيعة زي ما انا مسويها بنقصها بهذا الشكل حلو تكون قطعة صغيرة هيك طبعا انعم يا عيني عليك بس قولي بس بنحطه بالفرن وبس بس والله نقلها على الفرن لا يا نوباني نخبزها هاي طريقه مسهله للبقلاوه ولا تقنعني انه يعني مش اي حد راح يسويها لا والله بسيطه يعني الطريقه بصراحه بسيطه اللي هي انت بس كم عجينه فيلو كم وحده ثنتين فوق بعض ودهنتهم بالسمن برجع. وبعدين حطيت الفستق على الطرف بدنا نسوي كمان واحدة أبو بدنا نسوي واحدة بلوز بدنا نسوي واحدة بلوز عبين ما تطلع صينيتك بدنا نسوي واحدة على لوز تمام برجع بأكد عليها التقطيع عشان ما تغلبنيش أوكي لما بصفها والله شيء كيف يا نوباني أنت كيف يا بطانة بعد هيك راح أسحب واحدة واحدة هي بقلبها هي وبصفتها اسمع في الصينية حط الصينية على عشان يبغى عشان الكاميرا يبي محسنك طلع يا حبيبي صار 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 مخرج ابو عون وخلص انا الاسبوع الجاي اسمع الاسبوع الجاي انا رايح انزل على الاخراج مباشره هيك كويس محل الصينية استاذ ممتاز شوف واضح على المشاهدين تمام شوف انت شكلها المبدئي كيف يعني تل داون شوي بالله يا ثري تل داون شوي بالله تمام مش انه اذا بدنا نطلعها بيضة من الفرن بنطلعها اذا بدنا نطلعها حمراء بنطلعها بس اذا نطلعها شفافه نخبزها على درجة حرارة 100 لمدة 30 دقيقة إذا بدنا إياها شفافة شفافة درجة حرارة 100 ل 30 دقيقة يعني شفافة يعني مش ماخذ لون زي هاي اللي هو مسويه نفس الورقة هاي بيطلع الفستق مبين خضار الفستق أو حمار اللوز بيطلع مبين كل ماخذ عليه شرحتين طبعا شرحتين بس هو بيستوي إذا بدنا نطلعها عاد على حمار شرحتين ببين معك شفافة ببين هي مبينة هي هسه بس تنتقع السمنة تشرب مزبوط تمام كل الفستق راح يصير خايل أعطيها كمان واحدة يلا عبي أيوه عندنا نصف باكيت عجين فيلو كوبين مكسرات مطحونة بودرة أي نوع طبعاً كاجو فستق جوز لوز أي شغلة كوب سمن بقري أو مكس نباتي وبقري وعندنا كوبين قطر قوام وسط